سر غامض تاه بين صفحات التاريخ لنحو 6 قرون. ماتشو بيتشو اسم قد لا يبدو مألوفاً للبعض، لكنه خبأ في طياته أسرار إحدى حضارات العالم القديمة. كنز أثري حضاري كشف أسراره الأمريكي هيرام بيكهام عام 1911 للميلاد في غرب القارة الأمريكية الجنوبية في البيرو تحديداً، حين كان يبحث عن آثار لشعوب الإنكا ليجد مدينة في غاية الجمال تغطيها الغابات الاستوائية الكثيفة، فلقبت بالمدينة المفقودة. وتعني كلمة ماتشو بيتشو باللغات القديمة للسكان الأصليين قمة الجبل القديم. قام ببنائها شعب الإنكا باستخدام أحجار كبيرة متراصة دون أدوات تثبيت في القرن الخامس عشر. تقع ماتشو بيتشو بين جبلين من سلسلة جبال الأنديز على ارتفاع 2340 متراً، وكانت تشكل موقعاً دينياً مقدساً لقادة إمبراطورية إنكا. وتمتد المدينة على مساحة 5 أميال ترتبط جوانبها بنحو 3000 درج مصممة من السلالم الحجرية، وتحتوي على قصور وحدائق ومعابد وقنوات ري وبرك استحمام ومناظر جمالية جذابة. واليوم يزور مدينة ماتشو بيتشو أكثر من 500,000 زائر سنوياً للإطلاع على واحدة من أشهر العجائب التي صنعها الإنسان.